مأساة توفيق عكاشة، مش لاقي تمن السجاير، بعفش بيته، عايش على المعونات من نجيب ساويرس. لما توفيق عكاشة عرض طقم معالق وشوك وسكاكين للبيع على الفيسبوك، أكيد كلنا فاكرين، ناس كتير افتكرته عامل اشتغالة علشان يركب الترند بعد ما قعد في البيت وما بقاش يطلع على التلفزيون. لكن في الحقيقة هو فعلاً بيمر بأزمة مالية كبيرة وعايش على السلف، بعد ما راحت فلوسه وما فضلوش غير بيت عيلتهم اللي في الدقهلية اللي عايش فيه دلوقتي هو وزوجته حياة الدرديري، بعد ما وقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الحياة ابتدت أزماته، وكمان دخل في كذا قضية، مرة تزوير ومرة نفقة، وصدرت عليه أحكام بالحبس واتقبض عليه فعلاً، وبقى بيبيع في ممتلكاته حاجة ورا التانية، مرة باع حاجة من عفش البيت، ومرة تانية باع حصان عربي علشان يقدر يعيش. لما جه يجوز ابنه ما كانش معاه فلوس، فباع بيته في القاهرة اللي كان عايش فيه لفترة طويلة، وكمان والدته اللي هي ست من أغنياء الدقهلية باعت ذهبها وكام حتة أرض علشان تصرف من فلوسهم وتدي توفيق يصرف هو ومراته. وحالة حياة الدرديري مش أحسن من توفيق، هي كمان مش لاقية شغل وقاعدة في البيت من سنين، وأكتر من مرة كتبت على الفيسبوك تستغيث بالناس إن حد يشوف لها شغل، بس طبعاً محدش ساعتها، فتعرضت لأزمة صحية وقعدت في المستشفى فترة طويلة. وبيقول توفيق عكاشة إن هو وحياة ساعات ما بيلاقوش تمن علبة السجاير، لأنهم هما الاتنين بيدخنوا، والسبب في ده زي ما بيقول إن ممتلكاته محطوطة تحت الحراسة، ورفع قضية علشان الحراسة تتشال، لكن لسه القاضي ما حكمش فيها. وعلشان المصايب لا تأتي فرادة، اتحكم على توفيق عكاشة بالحبس بتهمة تزوير الدكتوراه، وكمان اتحكم عليه بالسجن في قضية نفقة قيمتها 180 ألف جنيه رفعتها عليه زوجته السابقة، ولأنه مش قادر يدفع فالمحكمة ادته حبس 3 شهور، ودلوقتي بيحاول يجمع فلوس النفقة من قرايبه. واللي بيحصل لتوفيق عكاشة دليل إن الدنيا ملهاش أمان، حبة فوق وحبة تحت زي ما بيقولوا. عكاشة فترة من الفترات كان نجم الإعلام في مصر، واللي بيتابعوه في قناة الفرعين بالملايين في مصر كلها وبره مصر كمان، والحقيقة إنه عمل دور كبير ضد الإخوان محدش يقدر ينكره أبداً، بس تمر الأيام ويبتدي الناس ينسوه، حتى أصحابه محدش بقى يكلمه، ولما كلم كذا حد عشان يساعده محدش رد عليه، مفيش غير رجل الأعمال نجيب ساويرس اللي بيساعده بفلوس وسدد له شوية من ديونه، وبيسأل عليه من فترة للتانية بالتليفون. وبداية النهاية لتوفيق عكاشة لما صدق إنه زعيم فعلاً وابتدى يتعامل على الأساس ده، فمثلاً عزم السفير الإسرائيلي في بيتهم في الدقهلية، فاضطرد من البرلمان بعد ما اتضرب بالجزمة أكيد. وكمان عكاشة كان بيتعامل إنه عمل جميل في البلد لما ساعد إن الإخوان يمشوا، مش إنه قام بواجبه زيه زي أي مواطن مصري. فمثلاً بيقول أنا صرفت من أجل مصر من 2011 ل 2013 أكتر من 36 مليون جنيه من حر مالي، ومن هنا كان مستني رد الجميل، ولما محدش عمل له حاجة ابتدى يغضب ويقول كلام ما يصحش. وفي النهاية بنتمنى للإعلامي توفيق عكاشة إنه يعدي من أزماته. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، الدنيا دوارة وفوق وتحت، وعلشان حالك يتصلح لازم تصلح نفسك مع ربنا، إلزم الاستغفار كتير جدا وربنا حيفك كربك. استغفروا عن كل كلمة ممكن تكون قلتها في حق حد وما تكونش حقيقية. وكمان نصيحة لوجه الله، إلزم صورة الواقعة بتزيل الفقر، وربنا يوفقك.